صراحه ما تنحتفلوش به، ما كنصفوا لهم الغرب ديالو، كان حتى حنا كنقول لهم مبروك سنه سعيده وصافي. المهم كنكونوا اونتر فامي وصافي، ما اما احتفال كاحتفال 100% لا، كندوزوا في الدار وصافي مع العائله اونتر فامي وصافي، ما احتفال ما كاينش احتفال. ابرز حدث ف يمكن على حسب مدينه قنيطره هضر عليها، هضروا عليها بزاف الناس بانشاء محطه القطار، كان في كانت في المستوى على بمناسبه ال جي بي قطار سريع فائق سرعه، محطه يعني كانت زعما مراسم عالميه وهذا، ولكن المشكل اللي كاين في هاد عندنا محطه في المستوى وعندنا في نفس الوقت اكبر مشكل اللي ما خصوش يكون في مدينه بحال هكا، مدينه كبرات بزاف، هو شركه النقل الحضاري ما كايناش. عندنا مرافق زوينه في قنيطره كلشي كيشهد ليها بهذا، ولكن قنيطره دابا التلاميذ مساكن تيضيعوا الصباح كيبقاو شادين الصف، ضبابه البرد الشتاء وكيفاش نورمالمون وقيلا انا كنظن من احسن يرجعوا لنا الكرارس ديال شحال هذه درهم وكلشي يركب. تحتفلي براس العام؟ اه بيان سيغ، هذا النهار ما كيجيش كيجي غير مره في العام، دونك بيان سيغ خصنا نحتفلوا به. شنو الطريقه ديال الاحتفال ديالك؟ ماشي شي حاجه بيك، شي حاجه سيمبل، خرجنا انا وصحاباتي شطحنا لعبنا، وي دونك كير ما كيهتموش بالاراء ديال الناس، شطحنا في الزنقه لعبنا ضحكنا يا سيتو. حتى انت بحالها؟ حتى انا بحالها، فرحانه بزاف وخرجت انا واختي وصاحبتي، المهم دوزنا مخيط زوين فوالا. المهم كيحتفلوا بيا كل عام، يعني كنخرجوا ثلاثه مجموعين، بلا الاغلبيه كنكونوا ديما مع بعضياتنا مجموعين، ديما كيدوز زوين هادشي. شنو ابرز حدث عندك وقع لك في 2019؟ في 2019 دوزو بزاف د الحوايج خايبين، دونك ابرزهم ان ماما كانت مرضات بزاف في 2019، سو بالنسبه ليا ما كانت حتى شي حاجه زوينه اكسبسيونال، نتمنى في 2020 يجيو شي حوايج اللي زوينين. شنو هاد الابرز الحوايج الخايبين اللي كانوا بزاف، المهم شي حاجه ان بو بيرسونيل. المهم كنتمنى 2020 تكون ميو ان شاء الله وبون اني. ياك ما تخلي الحبيب. لا 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 اي دونت كير عن المسائل زعما، ماشي شي حاجه اللي كتاثر، هي كتاثر شويه ماشي بزاف، كاينين شي حاجه اللي تخيز امبورطون عليها زعما. كتحتفل براس العام؟ كنحتفل براس العام، كنجي لهنا كنلقى الدراري الصغار، كنعطيهم النفاخه، كنضحك معاهم، كنشط معاهم، كنتصوروا، كتكون واحد الاجواء زوينه في راس العام هنايا. عندنا في قنيطره كتعجبني الاجواء ديال راس العام. كل عام كدير هذا؟ كل عام كنجي كنحتفل هنا مع هاد الناس هادو اللي كيجيو هنا. الفرحه قلوبهم كلشي، واد الدراري الصغار. شنو ابرز حدث وقع لك في 2019؟ 2019 ابرز حدث وقع لي هو انني كليت اكبر قتله. من اجمل اكبر. ابرز حدث وقع لي في سنه 2019 هو انني انقطعت عن الدراسه، هو السبب خايب شويه، ولاني ما حبستش عنده فهمتي وخدمت مزيان هذه السنه ان شاء الله. وحنا ما كنحتفلوش به ك زعما يبقى يقول لك الناس كمسيحيين، حنا غير فهمتي كاع الناس مجموعين فرحانين، حتى حنا فرحنا معاهم وضحكنا معاهم. تنفرح مني من الناس، مني من 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 الناس، حتى انا تنفرح انا وولادي، تنبغي الناس كلشي يفرح، تنبغي الناس كاملين يفرحوا ديما، انا فرحان الحمد لله. طريقة الاحتفال ديالك ديال راس العام؟ هي نضحك مع الناس ونضحك مع وليداتي ونلعب مع الناس انايا، وهذه هي الطريقة، هذه هي السبب. شنو أبرز حدث وقع لك في 2019؟ ما زعما أحسن حاجة. أحسن حاجة ولا أسوأ حاجة؟ أبرز حدث. أحسن حاجة عطاني الله، عطاني الله بنية أنا السنة هذه. إن شاء الله تبارك الله. أكفس حاجة؟ هذا أكفس حاجة، ما شنو نقول لك؟ ما كايناش أكفس حاجة، حيت أنني أنا غادي في طريق الصواب. ما نحتفل لا براس العام لا بوالو. انا احتفل بولادي اللي جاوني في الصيف. الله يجيبهم على خير. يا ربي امين. هما راس العام ديال النصارى ماشي ديال المغاربه، اللي مسلمين كاملين اللي تيصلوا مقابلين الله ومقابلين داكشي اللي بغى ربي، هما راس العام ديالنا حنا في الوقت ديالو اللي كيجي ما كيديروهش.
ديال النصارى ندخلوا فيه حنا ما يمكن ليناش. غير الشريفه دابا انت جالسه هنايا اذا عجبك الاجواء ديال الاحتفال. انا شنو ديال اش؟ جالسه هنايا وسط الاحتفال. انا جالسه غير يضرب لي الغربنه ونمشي لداري دابا. اولدي نسكر غير في هاد العباره. كتحتفلي براس العام؟ لا اختي ما كنحتفلش به. علاش ما كتحتفليش به؟ حيت حنا راس العام ديالنا فلاحي وكنحتفلوا براس العام ديالنا وهذا راه ديال النصارى والاخر حنا ما كنحتفلوش فيه. خدامه على راسي وكنجلس هنا يوميا كنحتفلش. شنو ابرز حدث وقع لك في العام الفلاني؟ شنو الحدث اللي وقع لك وما قدرتيش تنساه؟ حاجه عاديه ما كاين حتى شي حاجه الحمد لله حنا عايشين على قد الحال والحمد لله اللهم لك الحمد. تحتفل براس العام ضروري هو احتفال كيكون الناس خارجين المهم كيبدلوا الاجواء شويه واحد اللحظات. الناس اللي خرجوا كيخرجوا ولادهم ديك النهار كيحتفلوا بشي احتفال كيكون شويه الطريقه ديال الاحتفال ديالك انت فواحد كيخرج مع عقلك كدور شويه كتشوف الناس خارجين ولادها كيكونوا الناس عامرين كيكون بابا نويل شحال من حاجه كتكون زوينه في ديك النهار فهمتي كتجرب ديك فهمتي كتجرب البديه ديال داك العام كي غادي تبدا عندك. شنو ابرز حدث وقع لك في 2019؟ كنقول ليا ما تقدرش تنساها ما غاديش تبدا حيت لك تدير عقلك ومركز راه ما غاديش يوقع لك حتى حاجه. احسن حاجه قلت لك في 2019 زوينه هي باش كيجيك شي كادو ولا شي حاجه. هي باش جاني اخر تليفون من شركه الهواوي جابوا لي مقبل اخر تليفون من الهواوي. واسوء حاجه؟ ما مشيش حاجه المهم كثيره.